باب ارحب ارحب ارحب. شفت احمد رحيم عشان يعلون صوتك يا احمد. مبروك. الله يبارك فيك. والله العظيم صراحه فرحنا لك فرح كبير. تعال سلم علي. طيب يا مرحبا. والله شباب ترى باقي لكم دقيقه لين اجهز الطبق. مبروك اليوم تسوون كيكه. الله يحييك. ألف ألف مبروك. تستاهل. الحين سوينا طبخين كيكه. تستاهل. والله يلمك يا عبد الله. يلا حي. الله يعزك. طيبين؟ كيف الصحة؟ كيف أخبارك؟ أخبارك طيبة؟ وشو صار سحاوي الحين؟ والله يعني شوي يعني. يا ولد شو الحركات كيف؟ لا 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 تحرجني. يا ولد أبوك يا ولد. لا تحرج لا تحرج. بعدين صار ثقيل. احنا لازم يتابع. خلاص أنت حطيت الخاتم عند عليك. صدق حلو. أنت مفروض يعني ها؟ قال والله ما تشرب. شكلك ما طبخت اليوم. بغسل. وأنا اللي بضبط. أضبط إيش؟ شكلك أعطيتهم عبالة يوم ما طبخ. على حركاتك يا جماعة. الحين بدينا شغله. ودي من قوه الفرح اللي فينا افوز الاكل كله. والله العظيم. الله يوفقك يا امين يا حبيبي. لا انت طيب كم باقي يا كنترول؟ خلصنا طبخاتنا ما بعد خلصوا يا جميل. هذه طبخاتنا 30 ثانية.